تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. عمرو الجرجير او لمعه الجرجير اللي عنده حرقان شديد من النادي الاهلي ومن لاعبي النادي الاهلي ومن اي مؤسسه اهلاويه، سواء الخطيب او الاداريين او من سيد عبد الحفيظ الدور جه على الشناوي ومحمد شريف ومن قفشه، فضل يهرتل ويهبد ويهري على الثلاثه، وقامت خناقه ما بينه هو وعلاء عزت، وكانت في مشكله كبيره ما بينهم في الاستوديو بخصوص استبعاد قفشه وشريف اللي هو بيأيد استبعادهم وبيقول حاجات يعني انا مش هحرقها لكم. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عمرو الجرجير او لمعه الجرجير قال ايه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الخناقه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. الوطني وغدا ان شاء الله باذن الله مباراه، يعني المباراه الثانيه مع المنتخب الليبي في ليبيا، نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. كل الناس يعني عندها حاله رضا من اداء المنتخب، ولكن كل الناس شايفه ان قفشه وشريف كان ممكن يبقى موجودين. بالتاكيد طبعا كابتن سيف، انا بقول لحضرتك لو كان مدرب وطني كان لا يجرؤ انه يستبعد مجدي قفشه ومحمد شريف ابدا، مستحيل. ما كانش في مدرب وطني مهما كان اسمه كان هيجرؤ انه يعمل الخطوه دي. ده قرار المدير الفني اجنبي، مدرب اجنبي، والراجل ليه وجهه نظر بنحترمها. الامر كان مفاجاه طبعا للكل، يعني لكل الشارع الكروي في مصر. الامر كان بالنسبه له مفاجاه كبيره جدا، والامر كان يعني مسار دهشه ومسار علامات تعجب بشكل كبير جدا. انا اتفهم ان قفشه ممكن يكون كان مجهد، وفعلا هو اللاعب مجهد بشكل كبير جدا، لكن غياب محمد شريف ده كان بالنسبه لي امر غامض جدا وامر عام استفهام. لكن خلاص دي اختيارات جهاز فني، هو افضل بكتير جدا من ناس موجوده في المنتخب. طبعا شريف، محمد شريف افضل من ناس موجوده في المنتخب، لكن دي وجهه نظر. انا وجهه نظر كده، الراجل المدير الفني عجبك اداء المنتخب الى حد ما، يعني افضل بكتير ما كنت متوقع. يعني المدرب ما استبعدش قفشه ومحمد شريف فقط، لا استبعد الاهم منهم مصطفى فتحي. فمصطفى فتحي لعيب مهم جدا طبعاً، وهو لا يقل اهميه عن الاثنين اللي استبعدوا. لكن في النهايه ارجع اقول دي وجهه نظر الجهاز الفني، لازم كلنا تعظيم سلام. تمام. مدرب اجنبي عنده شخصيه، راجل بيفهم، ما حدش فينا هيقدر يتكلم على مستر كارلوس كروش لان ده مدرب كبير جدا، سواء احنا قلنا او ما قلناش. عمرو الجرجير الخبير الكروي الكبير جدا. لا انا مش خبير. اما اتفرجت على المباراه قفشه وعبد الله السعيد، من وجهه نظرك مين افضل؟ عبد الله السعيد مش عايز اناقشه. وكل الاحترام لقفشه اللي لاعب كبير، صح. يعني انا مش قصدي ان قفشه وحش ولا حاجه، العصر ليه؟ انا عايز اشرح لك اهو. انا على فكره انا ممكن نتفق مع بعض ونختلف. ايوه عادي بالراحه. لكن عبد الله السعيد في المكان ده هو رقم واحد. تمام، دي وجهه نظر حضرتك. رقم واحد على الاطلاق، محدش يقدر ياخد المكان ده من عبد الله السعيد. يعني عبد الله في حته ثانيه؟ انا بسالك والله، انا بسالك. انت السؤال مش عايز ترد عليه؟ انا بسالك. عبد الله في حته ثانيه؟ الشناوي اللي في حته ثانيه. الشناوي راي حضرتك في عبد الله وقفشه؟ لا طبعا عبد الله لاعب هايل، وهو رقم واحد في مصر في مركزه ده، لكن مش شرط انه رقم واحد انه حاجه زي ما كان في افضليه في الحاله الفنيه والحاله البدنيه للاعب في هذا التوقيت. الناس شايفه ان كان قفشه اللي هو الاحق او الافضل في هذا التوقيت، لان يعني الناس تشوف زي ما هي عايزه. ايوه انا هو ما اتعقش يا استاذ عمرو. والله سيب كل واحد يقول وجهه نظره. ايوه الخبير اتفضل يا استاذ علاء اتفضل. فانا بقول لحضرتك يعني الناس كانت شايفه ان قفشه نهى الموسم بشكل كبير جدا. قفشه هو افضل لاعب في الدوري المصري او افضل لاعب في الموسم اللي فات ده كله في مصر، مفيش منافس ليه، فبالتالي كانت شايفه ان افضليه لقفشه في هذا التوقيت. لاعب ايجابي جدا على المرمى، لاعب بيسجل كتير جدا، ارقامه افضل من ارقام عبد الله السعيد، لكن ما يمكنش عبد الله السعيد هو اللاعب الافضل في مصر في هذا المركز. لكن في افضليه في توقيت معين، يعني زي ما بقول لحضرتك محمد شريف كان افضل من 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 مهاجم تاني كان موجود في المنتخب. كون ان عضو جهاز فني يروح يقول للمدير الفني ان الاستبعاد ده يعمل ازمه، ده دور الجهاز الفني المعاون. لازم الجهاز الفني المعاون يقول للمدير الفني، يشرح له ابعاد كل اختلاف عشان خاطر الراجل ما يفاجئش. ده دور الجهاز الفني. لا يشرح له قبل ما لا القرار مش لا 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 هو لا لا هو في اختلاف هنا يا استاذ علاء. لا لا هو انا بضم هنا صوتي للصعب. لا هو لو الراجل رايه فني
فما ينفعش تشرح له اسباب خارج. لا كابتن سيف، انا بشرح له ابعاد الاختيارات. انا بقول له يعني بقول له خلي بالك لان هيحصل كذا، والقرار بتاعه في الاخر يا كابتن سيف ما هو القرار بتاعه. لكن انا جهاز فني معاون ليه؟ جهاز ليه دايما بيطالب جهاز فني يا عمرو؟ والله انا بشرح قضيه عامه، بشرح قضيه عامه. ليه دايما الجهاز الفني معاون بيكون وطني؟ دايما هو ده بيقول لك لازم يكون اي مدرب اجنبي لازم يكون المدرب مساعد معاه مدرب وطني. ليه؟ المدرب الوطني هو اللي بينقل نبض الشارع ونبض الاعلام ونبض كل الناس للمدير الفني ده. المدير الفني مش هيتابع مواقع، مش هيتابع السوشيال ميديا، مش هيتابع كل حاجه. فانا كلمه ان الجهاز الفني المعاون يكون جهاز وطني ده مهم جدا، لان هو ده دوره ان انا اقول له خلي بالك لو ده مساعده مثلا كذا، والراجل يكون ده في حساباته. لكن انت رايك فنيا ان عبد الله رقم واحد؟ بص فنيا رقم واحد، لكن في التوقيت ده لا أفشل. طب مين رقم اثنين بقى بعد عبد الله؟ مين يا فندم؟ انا وجهه نظر الشخصيه اوباما وقفش الاثنين يعني هيتساووا في رقم اثنين. وجهه نظر اوباما مش واخد حظه في المنتخب. اوباما لازم ياخد فرص في المنتخب لان لاعب كبير جدا وفي المكان ده. انا متاكد لو اوباما لعب في المنتخب في المكان ده يعني انت رايك ان اوباما قفش هيتساووا؟ طبعا لا قفش طبعا. انا بقول لحضرتك دايما الاختيارات بتكون بناء على تحاليل مش 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 عاطفه. تمام. يعني انا حضرتك تجيب لي واحد خبير ارقام او خبير في التحليل الفني هيقول لك ارقام تحليل رقمي. تحليل رقمي. هتجيب قفشه وتجيب عبد الله السعيد وتجيب اماما، هات الارقام بتاعت الثلاثه دول هيقول لك مين الافضل. والافضل انا متاكد قبل ما حضرتك تجيب الارقام كلها تكون لصالح هتكون في صالح اوباما. قفشه لصالح قفشه طبعا. لا هتكون لصالح. انت أفشا. ايه تخمين؟ ايه لا مش حاجه اسمها انا متاكد من الارقام. انت شفت الارقام؟ لا الارقام الارقام موجوده. التحيز حتى في الكلام العام الارقام موجوده اصلا. الارقام موجوده نظرا وجهه نظر. الارقام موجوده. الارقام موجوده. عدد عدد مصلحه يا سيدي. يا سيدي اتفضل يا عمرو. يا والله مش اهلي وزمالك دوري الارقام في مصلحه يا عمرو. بس بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم على عدد مشاركات. طيب قفشه احسن. اسيست اهداف اهداف اوباما شارك في كل الماتشات. انتوا مش محتاجين تقنعوا بعض. دي وجهه نظر حضرتك ودي وجهه نظر حضرتك. ما الارقام كانت ما فيهاش وجهه نظر والله. لا 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 سيب الارقام احنا بنقولها فقط. اتفضل. التعامل الحضري مع حراس المرمى في اول دور جيد 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 وده طبيعي. يعني عصام الحضري كان قريب جدا. الناس ليه هروم اشعاع محمد شلبي؟ ده طبيعي اشعاع. فين الاشعاع ده حقيقي؟ ده اتكتب في الجرايد كلها واتكتب في كل المواقع ان الشناوي مصاب. لا ده طلع مش مصاب. يبقى في مشكله حصلت. طب يعني كل هنقعد نخبي على كل مكتب الحقيقه؟ إيه؟ كل ما بيكتب حقيقه. امال ايه اللي حصل ده؟ كل ما بيكتب حقيقه. طبعا مفيش. طب خلاص مفيش نار. ما يبقى طب ثواني مفيش دخان من غير نار. انت بتقول كل ما بيكتب حقيقه صح؟ مش بقول كل خلاص ثواني. لكن مفيش دخان من يا غير ثواني ثواني. انت قلت كل ما بيكتب حقيقه. انت لسه دلوقتي بتقول لي كل ما بيكتب حقيقه. كل الصحف قالت لك ان الشناوي بره منتخب مش هيلعب مباراه. مين لعب المباراه؟ لا ده يا سيدي جاوب على سؤالي. يلعب المباراه دي يا سيدي. تكهنات يا سيدي. واحد بيقول لك مصاب. الصحافه كلها قالت ان الشناوي مصاب وان في خلافات وان في ازمات. في الاخر في الاخر في ايه الحقيقه؟ ان الشناوي كان عنده اجهاد في عضله كدمة. ولكن ما كانش فيها اي مشكله ولا مشكله خالص خالص. لعب المباراه كده الحضري عشان ينفي بس الشناوي كميه بوس بعد المباراه. انا كنت عاصم على الاثنين يا كابتن. كنت عاصم على الاثنين والله العظيم. الاثنين الفرق المسافه الزمنيه بينهم كلمتين اقل من 3 دقائق. وده قال ما فيش مشكله خالص والله العظيم. وده ما فيش مشكله. وده بيقول ده هيلعب وده بيقول ده هيلعب. أفاجأ بس استبعاد. فعلا مفيش مشكله مفيش مشكله. ما كانوا بيقول لك حلوين خارج المنتخب اهو. بص مصاب. بص يا استاذ عمرو مش مصاب. بص فاض مش عارف ايه. بص الحضن يا استاذ عمرو. الحضن يا استاذ عمرو. ركز ركز يا عمرو. ركز يا استاذ عمرو. بص لو الحياه بالاحضان والبوس كان زماننا كل حلنا كل مشاكلنا. ايوه يا ريس ايوه. ما العلاقات الطيبه هي اللي بتعمل نجاح كبير. وتخيل يقول لك ايه اصابه لا وعصام الحضري اتعمد اصابته. وعصام الحضري مش عايز الشناوي يعمل ولا حاجه. ومش عايز يعمل ايه. وفي الاخر خالص لا. وقبل المباراه بيوم استبعاد الشناوي استبعاد الشناوي استبعاد الشناوي. وفي الاخر الشناوي لعب المباراه. يا عمرو انت بتنقد نفسك. قلت لي اللي بيكتب في الصحافه حقيقه. ولما اقول لك مفيش دخان من غير نار. دخان ايه؟ هو واحد يعني انا اصحى من النوم. علاء الشناوي والحضري اول مره من سنين تجمعهم مصلحه واحده. يعني تجمعهم هدف واحد. نجاح الشناوي مين عايز يفشل؟ هو نجاح الحضري. مين عايز يفشل؟ نجاح الحضري يعني عصام عايز يفشل. الحضري مركز فيها تركيز كبير جدا دي على الشعره يعني. يا عصام الحضري راح في حته ثانيه. يا ربنا بس عايز اقول لحضرتك يعني يعني ابو جبل موجود. وحتى لو الشناوي مش موجود مصلحه عصام الحضري مع ابو جبل لان ابو جبل برضه حارس كبير. هو على فكره هو الحضري بعد المباراه كده
قال على الثلاث حراس كده والله ما ادري يعني اقصد مفيش مشكله خالص، لكن في ناس تاني بدات تقدر تلعب نفس. بس خلينا نقول برضه يعني واحد يقول لك لما توصل العلاقه او توصل للشائعات المغرضه في وسائل الاعلام وصحف مغرضه ومواقع تقول لك لا تقول لك حسام الحضري عايز الشناوي يصاب علشان خاطر ما يلعبش ويعمل تاريخ زي تاريخ حسام الحضري، هل توصل بيك لكده؟ يعني هل انا عايز اقول لحضرتك طيب. انا عايز اقول لحضرتك زي ما قبل كده اتهم كابتن احمد ناجي باصابه جنش صح في حته النهارده كان معايا في الراديو الكابتن احمد ناجي كان معايا النهارده في الراديو، كنت بساله على حته الشناوي، يعني قلت له في الظروف دي لو مصاب وانت معاك ابو جبل ومعاك بسام في مباراه مصيريه زي كده تلعبه وتقول له اضغط على نفسك؟ قال لي اه. العبه اقول له اضغط على نفسي لان دي مباراه حساسه شويه. لا انا مختلف طبعا مع كابتن احمد ناجي مع احترامي اللي انا بحبه على المستوى الشخصي يعني، لكن طبعا مختلف معاه. انا ما لعبش حارس بالذات ولو هو عنده شعره من الاصابه، لا العب السليم لان هيكون افضل، لكن انا ما اضمنش العب حارس وعنده وسط تغيير، ممكن يحصل تغيير بدري لا وحتى لو شخصا انا لاعب ليه حارس ممكن يتسبب في كارثه مثلا في مباراه حساسه زي كده وانا عندي واحد تاني اجهز. لا رايك في اداء مصطفى محمد؟ مصطفى محمد لعيب كبير جدا، مهاجم خطير جدا، مش معنى ان ما جابش جون مثلا او كده ان هو لا، هو ادى اللي عليه وعمل مباراه كويسه جدا، وانا شايف ان هو مهاجم مصر الاول. اجتهد كتير جدا لكن واضح ان هو متاثر بحاجات تانية، يعني واضح انه ذهنه مشغول بحاجات تانية. الموضوع موقفه مع النادي التركي ده واضح ان هو مشوشه شويه، تركيزه اقل من تركيز مصطفى محمد، يعني في فرص راحت مصطفى محمد لو هو في حالته الذهنيه كان هيجيبها جوان طبعا. مصطفى محمد هو ما زال لحد دلوقتي المهاجم رقم واحد، لكن انا بقول لحضرتك قريب جدا يعني مصطفى محمد لما خدش باله الفتره الجايه هيكون في مهاجم تاني غيره هو هيكون رقم واحد، وهو محمد شريف دلوقتي تركيزه افضل منه شويه، لكن انا واثق ان مصطفى محمد ان شاء الله باذن الله بمجرد بس ما يستقر ذهنيا مع النادي ويستقر نفسيا ويبتدي ياخد ماتشات بشكل افضل هيرجع تاني مصطفى محمد باذن الله. ايه يا ابو صلاح بقى؟ ايه دي؟ يعني استلم الكوره يوزع زي ما بيقولوا كده كل مكان. لا محمد صلاح طبعا خارج التقييم، هو ده الوحيد اللي في حته ثانيه يا كابتن سيف، حته ثانيه كده ده في حته ثانيه طبعا يعني حته ثانيه خالص طبعا. لا محمد صلاح لعيب كبير جدا، لعيب من افضل لعيبه العالم بالفعل مش بالكلام لا بالاداء. اداؤه مع منتخب مصر، في ناس تقول لك اصل اداؤه مع منتخب مصر، لا طبعا محمد صلاح مؤثر مع كامل احترامي. ناس كتير كانت في فترات معينه يقول لك باسل صلاح، منتخب باسل صلاح، صلاح تقل كبير جدا في منتخب مصر، وجود صلاح في منتخب مصر وجوده في المباراه لا بيفرق كتير جدا، بيدي تقل للفرقه، بيدي تقل للعيبه، بيدي ثقه لزملاته اللعيبه ان لا احنا هنكسب في اي وقت باذن الله. محمد صلاح يا كابتن سيف الهيبه يعني احنا منتخب مصر دايما وابدا لازم يكون عندك النجم الهيبه، محمد صلاح دلوقتي هو النجم. عمرو الجرجير او لمع الجرجير كرهه للنادي الاهلي كان على فكره هو مش فقره كوميديه ولا ينفع يعمل فقره في السر، لا هي دي قناعاته، هي دي دماغه، كرهه الدفين للنادي الاهلي وكل ما هو اهلاوي. يعني قرار استبعاد قفشه انت بتأيده وبتقول الاحسن منهم هما الاثنين مصطفى فتحي اللي بيلعب في مركز صلاح احسن من قفشه واحسن من شريف، يعني حتى يعني المراكز مختلفه والاماكن مختلفه، انت بتأيد على اي اساس ايه ان مصطفى فتحي احسن منهم هما الاثنين؟ جبت الكلام ده من ايه؟ من وحي خيالك وتقول ان الخناقه اللي حصلت ما بين الشناوي وما بين الحضري ومفيش دخان من غير يعني نار او مفيش رباط من غير نار، يعني ايه الهدف من ده كله؟ ايه الهدف؟ انت طالع تعمل ايه؟ تعمل اثاره فتنه؟ الحضري حتى لو اخطا في حق الشناوي بس على دماغه قدام الناس كلها، قدام العالم كله بس على دماغه، بيقول بيأيد ان هو غلطان وان انت فوق دماغي يا شناوي، لان نجاح الشناوي من نجاح الحضري، اصل الحضري من زميله في الملعب هينافسوا بعض، لا ده الشناوي الكابتن بتاعه، الحضري الكابتن بتاع الشناوي، هو المدرب حراس المرمى، سيبك من الحضري بقى بتختلف معاه بتختلف، على فكره الحضري لم يأتي مثله حارس مرمى في افريقيا وفي مصر.
برغم ان الشناوي في منطقه تانية او في حته تانية بجد، الا ان الحضري موسوعه وراجل يعني حارس مرمى على اعلى مستوى. سيبك بقى انه هارب ان خلافاتنا معاه، لكن في حقائق ما نقدرش نختلف عليها. انما حراسه المرمى لازم الحارس يكون كفاءه وقدره عاليه. الواد ابو لمع الجرجير عايز ايه؟ عايز يزعزع ثقه الشناوي في نفسه، عايز يركب ابو جابر عليه، عايز يزعزع ثقه قفشه وشريف في نفسهم، وعايز يحط يركب اوباما على قفشه وشغل ومصطفى محمد. مصطفى محمد اللي محدش شافه اتضايق وبيشيد بعبد الله السعيد اللي كان ناقص ينزل الملعب بعكازين يجري بيهم. ده لا قفشه لعب بقرش، قصدي لا عبد الله السعيد لعب بقرش، ولا الواد مصطفى محمد لعب بقرش، ولا والفتوح كان تايه في الملعب. ما جابش سيرة فتوح ليه؟ اللي ملوش اي وجود في المنتخب، اللي ملوش اي لازمه فعلا. يا جماعه الناس دي ركبت الاعلام ازاي؟ الناس دي جايه من الجبل، من شق الجبل، وطالعه لنا كده بقت في الاعلام. الناس دي كانت في كوكب اخر ونزلت لنا. الناس دي لا تفهم في كلام، ولا تفهم في السياسه، ولا تفهم في رياضه، ولا بتفهم في حاجه خالص. واسلوبها وطرحها وكلامها وطريقتها في الكلام وطرحها الاسلوب، تحسهم ناس قاعده على مؤاخذه يعني على الرصيف، او ناس قاعده يعني في الغيط، مش ناس قاعده قدام شاشه قدام ملايين بثقافات مختلفه، بافكار مختلفه، باعمار مختلفه، بيصدروا لنا حاجات في منتهى السوق، في منتهى السوق. طالع لي انت تقول يا ابو جبل احسن من الشناوي، وان قفشه عبد الله سعيد احسن منه. عبد الله سعيد المتهالك المنتهي خلاص صلاحيا، عنده 37 سنه. قلنا 100 مره العمر له احكام والسن له احكام. حتى لو هو بيأدي وكويس لازم يبقى له بديل. فين بديله؟ فرضا اتصاب، فرضا وقع، فرضا اتكسر، فرضا حصل له اي مصيبه، لعبد الله السعيد مين المدام؟ مين اللي بداله؟ قفشه بيربط لك الخطوط ببعضها، بيربط لك خط الظهر بخط الهجوم. هو راجل لعب محوري ومهاري، ولعب يعني بيتصف بانه هو يعني عنده رؤيه من لمسه ولعبه، لمسه ولعبه، لمسه ولعبه، ازاي بينقل لك الكره من تحت لفوق. كل ده عبد الله السعيد خلاص افتقده تماما. عبد الله السعيد خلاص مش قادر يجاري سرعه اللعيبه، مش قادر يجاري سرعه لعيبه المنتخب نفسه، يعني الفريق بتاعنا مش الفريق الخصم. فابو لمع الجرجير هي دي عقليته. بس المشكله والمصيبه والكارثه ان العقليات دي هي اللي بتصدر لنا. يعني انا بشوف والله العظيم في ناس بتحلل كوره في اليوتيوبر، في اليوتيوب يوتيوبرات بتحلل كوره على اعلى اعلى مستوى من الثقافه ومن الاداء ومن الجوده، وبتطرح لك افكار فعلا مقنعه. مش يجي لك واحد بلاص يقعد يحكي ويهري، بس هي دي قناعاته وهو ده اسلوبه. عيب لما قناه زي اون تايم تجيب لنا فقره زي كده، انا كمشاهد مش هستفيد منها. ده اسمه وراء وهبل انه اطلع اقلل من لاعب في فريق. يعني انت راجل منظومه اعلاميه زملكاويه، مالك ومال النادي الاهلي؟ مالك ومال لعيبه النادي الاهلي؟ اتكلم في الكوارث والمصايب اللي عندك. انت بتغازل مين؟ بتغازل مصطفى محمد عشان يرجع لك تاني بعد ما تف عليك؟ بتغازل عبد الله السعيد ان هو يمضي معاك موسم بعد ما خلاص انتهى كرويا؟ بتغازل مين؟ عايز تهد الشناوي وثقته في نفسه؟ اسلوب رخيص ودنيء ما يطلعش غير من ناس سفهاء. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا، احنا اللي بنرد على الشائعات وعلى قله الادب وعلى ابو لمع الجرجير. تدعمنا احنا بلايك، مش بتدعم كلام ابو لمع، لا بتدعمنا احنا بلايك للفيديو وردنا عليه. وما تنساش لو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك اي اشعار بينزل لاي فيديو بينزل لنا او بننزله على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.